اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خلاها سمك النهارده يا مغازي. لما نقول خلاها سمك، يا اما قاروص يا اما بوري يا اما بولتي يا اما دينيس. تعالوا مع بعض، معانا سمكه القاروص النهارده، واحنا بنعملها بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا على السوشيال ميديا. لنا موقف مع القاروص دايما متحدد اقامته، يا اما يتعمل زيت وليمون، يا اما يتعمل سنجاري، يا اما يتعمل مشوي. انا هعمله النهارده بطريقتي الخاصه، هنعمله بالزبده والليمون. زبده وليمون ده لها تركايه كده، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، بحيث ان الانسجه بتاعه السمك ولحم السمك يشرب الفليفر بتاع الزبده مع الليمون. دي فيها فكره شويه كده، هنعملها مع بعض، هتعجب حضراتكم ان شاء الله. الاضافات يا اما مكرونه يا اما بطاطس حسب رغبه ولادك. السبارخ واطفالنا والمدارس طبعا بنتمنى لهم التوفيق، وانا اعتقد المدارس كلها دلوقتي خلاص عايزين نغذي ولادنا. يعني ممكن هم بيحبوا الجمبري المقلي، يحبوا الكفته، ايه رايكم نعمل النهارده طبق مكرونه بالجمبري والسبانخ؟ لان هم بيحبوا الجمبري، فنحط لهم السبانخ، ده طعم جوه الجمبري. والسبانخ غنيه بالحديد وبناء الاجسام، وبتغذي الاكسده والاكسمه طبعا في بدايه المراحل من العمر. فخلونا نشوف ازاي نعمل طبق مكرونه بالجمبري والسبانخ، معاها كريمه طبعا ومعاها فكره طهويه. نيجي للبطاطس بتاعتنا، كانت معانا من امس، واحنا كلامنا طبعا واضح مع حضراتكم، المصداقيه والشفافيه ده شعارنا على شاشه القناه الاولى. امبارح الوقت ما سعفناش ان احنا نعملها، انا هعملها النهارده البطاطس بالخلطه المغازيه، والكل عايز يعرف يعني ايه الخلطه المغازيه مع بطاطس بثلاثه تعريفه، هيبقى طعمها في حته تانية. معانا النهارده الماتيريال بتاعنا والمشتريات بتاعتنا، بنروح على اي حلقه سمك بنشتري، يا اما سمكه قاروص، يا اما وقار، يا اما بوري وزنها كيلو الا ربع. الموسم بتاع السمك جاي والبطارخ والشتاء بيبقى فيه خير السمك كتير. تعالوا معانا سمكه قاروص النهارده، عايزين نعملها بفكر جديد. انتوا عارفين السمك ده بحر من الافكار، زي ما هو بحر كده من الاسماك. هنشوف مقاديرها على الشاشه. سمكه قاروص مفتوحه من ظهرها مش من بطنها، معانا على الشاشه ومتنظفه وزي الفل، شمعه فله منوره. معانا بصل، ومعانا ثوم، معانا بهارات، معانا زبده، معانا معلقتين من الكريمه، معانا بطاطس مبشوره، ومعانا كرفس وروزماري وزعتر. نشوف نعملها مع بعض ازاي. المقادير على الشاشه، سمكه القاروص بالزبده والليمون. المقادير على الشاشه، الشبت هيكون لنا نصيب منه قليل جدا، لا يتعدى يعني معلقه صغيره، معلقه شاي. حلو الكلام؟ تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي، اعتقد ان انا شرحت المقادير وقلتها، ولكن الطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه هجيب الصينيه اللي انا هدخلها الفرن، الصينيه اللي انا هدخلها الفرن اللي انت تقدري تقدميها للضيوف بنفس الصينيه، بوفر عليك انا المشوار. حلو الكلام؟ لان السمكه لما بتتعمل قاروص او بوري او اي سمكه بتفتحيها من ظهرها وتحطيها في صينيه، ما يعرفش او ما ينفعش ان احنا نغرفها، فلازم يكون عندك الصينيه او طبق التقديم اللي هتقدميه يكون بنفس الحجم موجود معانا. دي اول حاجه الف باء، وتكون درجه حرارتها عاليه وجاهزه زي اللي معايا دي كده. حلو الكلام؟ طيب بقول لك تظبيط الشغل يا عم شفيق اهم من الشغل. الصينيه معايا على قد السمكه تقريبا. نبدا مع بعض نجهز الخلطه بتاعه السمكه. انا بس بظبط النار كده عشان انا عايز الجريله دي سخنه جدا جدا جدا. الاسماك الانسجه بتاعتها من الحاجات اللي هي بتحتاج نار شديده علشان ما تنشفش على ما تستوي. هنخلي السبانخ دي ورا مش عايزها دلوقتي، وهناخد السمكه الحلوه بتاعتنا دي نتبلها ونتفرج عليها بعد ما اتنضفت بقى شكلها ازاي، ونقدر نعملها ايه غير الزبده والليمون. بص السمكه يا مخرجنا الجميل اللي انت حابب تعملها زيت وليمون، اهو اهو شفت الحلاوه، اهي اهي دي السمكه اهي نضيفه وزي الطازه وحياتك يا شفيق. حلو، الله عليك، حلو قوي. ده ظهرها، دي سمكه القاروص برضو، نشوف ظهرها بعد اذنك مخرجنا الشاطر اهو فرسان التلفزيون المصري. دايما القاروص بيبقى ظهر السمكه يميل للون الرمادي، وبطن السمكه يميل للون الفضي او السيلفر يعني. اهو دي السمكه، حلو.
هنتبلها مع بعض واحنا مع بعض كده. تعالوا شوف هنتبلها ازاي سريعا. بنجيب بولة صغيرة ونحط فيها شوية حلويات. ايه الحلويات يا عم الشيف؟ اولهم شوية زبدة. حلو الكلام؟ اه. اولهم يا عم الشيف ايه؟ شوية زبدة. بجد؟ اه. معاهم من زيت الزيتون يعني نقول ربع كوب. حلو قوي. وهنحط على زيت الزيتون والزبدة شوية بهارات. مش عايز احط بهارات اللي هي تغير لحم السمكة، خلي بالك السمكة عندي طازة، فمش محتاجين بهارات تغير لون السمكة. انا عايز السمكة بعد ما تستوي قدامنا على الشاشة، سوري على السفرة بتاعتنا، انت تشتغل. حلو. لازم تكون لون لحمها ابيض. ادي الملح والفلفل مع بعض. حلو الكلام كده. انا تبلت الزبده. حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده مهم، اهم حاجه في الموضوع ان انت وانت بتتبلي السمكه، ونصيحتي لحضراتكم دايما ما تكتريش التوابل في السمك الطازه. علل ولماذا يا عم الشيف؟ علشان نوع السمك ما يهربش مننا، نعرف البوري من الدنيس من الوقار من الشعور من كل انواع السمك. توابل كتيره الطعم تاه بينا. انا حطيت على الزبده دلوقتي شويه بهارات، حطيت فلفل اسود وحطيت شويه ملح وشويه كمون ومعلقه كركم صغيره مع الزبده، بحط سنه شبت صغيره، بحط فصين من الثوم مفرومين ناعم. حلو قوي. واخد الخليط ده يا عم الشيف بايدي كده واقلبه جامد كده. زبده زيت، بعمل معجون كريمي اهو من الزبده والزيت والملح والفلفل والشبت. يا امي يا خالتي يا عمتي يا بنوته، انا بقولك على تركايه بسيطه وسهله. شفت الزبده عملت ايه هنا؟ اهو ده معجون كريمي اهو. زبده شبت قليل جدا، ملح فلفل توابل قليله جدا اساسي فيهم الملح والفلفل، ومعلقة كركم صغيره. للامانه هحط عصره ليمون. حلو. بس خلاص. هاخد الخليط ده يا عم الشيف ونمسك السمكه دي نعمل لها مساج في اللحم بتاعها. وانا واقف كده. شفت بقى التركايه؟ هي دي عم توفيق الدين رحمه الله عليه. اه هي دي. اه شفت ازاي؟ هو ده. اه 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 شفت ازاي؟ اه السمكه دي مش تاخد وقت كتير في السوى خالص. حلو قوي. ونيجي عند الخياشيم بتاعتها، لان السمكه دي مش هنسيب حاجه منها الا لما ناكلها كلها. حلو تمام. بقيه الخلطه عايزها، اوعي ترميها. عشان التركايه هنا بقى. حلو الكلام. انا بسهل عليك الموضوع عشان تعملي سمكه النهارده ممكن يكون سعرها غالي شويه، ولكن البديل ليها سمكه بوري. سمكه البوري دي تجيب وزنها تقريبا كيلو او كيلو الا ربع او نص كيلو، مش هتقول لا، وتعملها بنفس الطريقه. نعم يا غالي. لا البلطي مش هتبقى لطيفه في الطريقه دي لان البلطي فيها شوك كتير، ولكن لو في بلطيه كبيره بتاع اسوان ده تعمل كيلو كيلو ونص، يا سلام زيها زي الشعور. طيب الخلطه دي موجوده معانا، في الخلطه دي هنحط ايه يا عم الشيف؟ شويه حلويات من الجزر المبشور. حلو. ده اختياري، ممكن كرفس، بطاطس مبشوره، حاجه جديده. ها طريقه جديده دي، اتعلميها يا ست الكل، تعلميها يا ماما. سنة شبت صغيرة، شوية كرفس، هنزيد من الملح شوية لأن الملح هنا نسبة وتناسب، لغاية كده زي الفل يا عم الشيف. هنحط الخلطة دي هنا ونجيب من البصلية الحلوة دي كده نقطعها شرايح. وعلى فكرة مش لازم انك تعمليها زي بالظبط، أنا عايزك انت تكون عندك الافتكاسة
والطريقه اللي تعملها احسن مني. اه بصله تقطع شرايح بالشكل ده كده، ونمسك البصله دي نفركها بايدينا. البصل ده لما بيظهر طعمه مع السمكه ما بيبقاش لطيف، فانا عايز اثر على الطعم ده واسيطر على الطعم ده. اعمل ايه يا عم الشيف؟ بالله عليك قول لي، خليكي معايا هسه. اهو ادي ليمون، الله عليك الله عليك يا مغازي، لما تشتغل ومزاجك رايق. ادي عصره الليمون على البصليه، الله راحت خلاص، بقت زيها زي البقدونس زي الشبت. الليمون بيكسر نفس البصل، ربنا يكفينا شر كسر النفس. اهو عصره الليمون على البصله، حلو الكلام، ونرميها هنا مش هتقول لا. وناخد البصلية كده، مع شويه ملح صغيرين. البصله راحت في حته تانية خالص. لا يا غالي ما احطش خل، الخل ما بيتوافقش مع السمك. هنحط الخلطه دي فين 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 فين؟ هنا. اهي حلو، وناخد الخليط ده كله مع بعضه كده. نقلبه كده، جزر مع بطاطس مع بصل مع ثوم مع زبده مع شمر مع كرفس مع شويه حب، الله يبارك لك يا عم الشيف. وهناخد الحاجات دي كلها مع بعضيها، ركزي معايا بقى عشان الموضوع ده مهم جدا، ونروح عند النار. ومحدش بيحب يروح للنار، ربنا يكفينا شر النار. واحنا مع بعض كده. حلو الكلام. يبقى انا جهزت حاجتين، اللي هو المزمبلاس يعني، سيبك من المصطلحات الطهويه دي، جهزت تتبيله السمكه وجهزت الخلطه اللي هو التوبنج بتاعها. وهناخد بعدين مع العودين الروزماري دول، مظبوط، وهنحط الزعتر ده معانا ونطير على بلدي المحبوب. نخلي دي هنا كده ونيجي هنا، دي عامله اعاقه صح؟ اشيلها من هنا عشان مخرجنا اهو، ايه رايك؟ عشان ملاح يشوف بص عليها. طيب تمام، هنحط هنا زيت زيتون. حلو، الجريلا دي ممكن سعرها غالي شويه، جيبيها بقلب جامد. الحاجات دي المفروض تكون عندك في المطبخ بديل ليها اي صينيه تيفال. ده روزماري، ده زعتر بالشكل ده كده. هناخد من الخلطه دي نحط شويه، الله، حطهم هنا كده وحقوق الطبع لدينا وبس. هناخد السمكه الحلوه دي المدلعه دي، مخرجنا الجميل اهي، الراس من ناحيتك اهوت، شفت الشقاوه دي، شفت الجمال ده. وبطن السمكه نحط الخلطه دي في بطنها، من فضلك في بطنها مش على لحمها. يلا بينا، جاهز مخرجنا؟ جاهز، حاضر عينيا. واخوانا المخرج له طلبات غريبه، بس الطلبات دي بتشتغل على ارضاء حضراتكم، خلوا بالكم، فانا مجبر انفذها. بقول لي عايز اطلع فاصل وهي موجوده على عين البوتاجاز، مع ان من اساسيات نجاح السمكه دي ان هي تخش الفرن في درجه حراره 180، بس هعمل تركيه وانا طالع فاصل تخلي بالك منها. عشان كده عايز الريموت كنترول اللي معاك دلوقتي شيف المغازي يبدا على شاشه القناه الاولى، ترميه خالص بعيد عنك. هناخد شويه ميه كده، يا راجل يا طيب ما تبوظش اللي انا قلته. يقول لي هتحطهم على السمكه، الله الله، العب يا سمك. درجة حرارة الفرن عندي 180، هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف طريق السمكة دي لفين. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. We'll be right back.
انا بفتح بامن على السمكه في الفرن، مخرجنا قال لي خلي الفرن مفتوح. اه السمكه ولا عاد ببص عليها، بامن على مستقبلي. سمكايه اروس فتحتها من ظهرها، حشيتها حشوه لطيفه جميله، عملت لها توبنج لطيف من الزبده والتوابل، الشبت، البهارات، وبعدين مسكت السمكه من بطنها عملت لها مساج، وبعدين يا عم الشيف عملت التكنيك العالي من الجزر المبشور مع بطاطس مبشوره مع بصل مع كرفس. انا عايزك تجيب اللي احسن من السمكه، بالله عليك، بالله عليك، وما تزعلنيش منك. سمك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ الف هنا وشفا للي ياكل. حلوه كده؟ معانا مكرونه سباكيتي معاها سبانخ، معانا سمكه اروس فيها خبره طهويه وفيها حب. يعني نقول مع بعض في نفس واحد، ودايما بنقول ويا رب يجعلنا دايما نقول، رؤيه فن ابداع بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.